بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدتي سادتي رواد الإنترنت، متصفحي الموقع الإلكتروني لجريدة الجزور واليوتيوب عموما، مرة أخرى من مدينة الجديدة وفي زيارة مواكبة لأنشطة جمعية إحسان 8 كل بالجديدة، أسوسياسيون إحسان كل ديفلوبمون إلى سوليداريتي الجديدة، تقوم بزيارة ميدانية لأحد المرضى بحي سدرة البعمود. كما تشاهدون هذه السيارة، هذه الدار شبه الدار أو ما يصطلح عليه دار، وما هي بدار، حيث يقطن هذا المواطن الذي يعيش حياة مأساوية وهو محسوب على الموت قبل الأحياء، حالة يرتى لها. معنا هنا هاد السادة هم أعضاء الجمعية، ناس بسطاء، الحاج معنا السعلي كذلك الحاج، معنا السيد رئيس الجمعية السي أحمد حريشة. كما تشاهدون سيداتي سادتي، هذه الدار بسيطة، عبارة عن قربي ماشي منزل، ناس يعيشوا أجواء لا إنسانية. كما تشاهدون في عز المطر وفي عز الثلوج وفي عز قمة البرد، هذه الناس باش محوطة. كما تشاهدون هي هذه خربة، مساكن كاين الأم وكاين الولد ديالها اللي مريض بزاف. كما تشاهدون هذا المرفق الصحي فين عايشين هاد الناس، هو كأنه وللأسف هاد الناس كما قلنا هادي ما عندهم والو، عندهم هاد لونتوراج بالحجر قديم، هادي بمثابة مطبخ. لا حول ولا قوة، هذا مطبخ، ولكن وللأسف تعرف كيف هاد الناس هادو راهم في المجال الحضاري ديال مدينة وجدة، وكأنهم عايشين في كهف في شي جزيرة ولا في شي قارة اللي ما كايناش على وجه الأرض. هاد الناس وللأسف كما تشاهدون هذا المطبخ الذي يفترض أن يكون مطبخ هو هذا، ما الحالة للأسف كما تشاهدون هو هذا. هذه البيت من ساكن ما عندهمش الضوء، ما كاينش، هاد الناس محرومين، كاين اللمبة، محرومين من الكهرباء والماء، محرومين من الماء، يعيشون على ما تجود به أريحية المحسنين، جمعية إحسان التنمية والتكافل بوجدة على عادتها الخطرة اللي كتهتم بين هاد الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، سواء السرطان سواء الكلي أو السكري، كتقوم بالواجب ديالها الإنساني. تقرب من إلى الله هي الأولى، ومراعاة للجاري والجواري والجيرة. الجمعية هنا كما ربما غادي ما يسعفناش نصوروا هنا الداخل، نصوروا هاد الإنسان لحقاش كاين، ما عندهمش الضوء. الجمعية سيدتي سادتي قامت أولا بتدبر أمر كرسي متحرك لهذا الإنسان هو هذا اللي حدانا، وكبته على مستوى العلاجات سي اش اي وجده، المستشفى الجامعي اللي وجده، مشات معاه الجمعية وصلتو الأمور ديالو بعد ما تم عدم الاكتراث به سابقا، فضل تدخل الجمعية لقات رحيض وزادوا له الدم وداروا معاه حصص إضافية باش يزيدوا له الدم الكريات الحمراء. الجمعية كذلك اقتنت له هذا الكرسي المتحرك كما تشاهدون، والسيارة كتديه وتجيبه في كل المرات لأجل الإضافة نتاع الدم. هنا السلام عليكم. السلام. الله يشافيك سيدي. كما تشاهدون سيدتي سادتي، هنا راه ما كاينش الكهرباء ورحنا في وسط مدينة وجدة، وهذه الأسرة محرومة من الضوء، من الماء، محرومة من المرافق الصحية، عايشة كأنها في كهف. معنا الام ديال هاد السيد هذا مسكينه، هي هنا ربما غادي شويه نديرو معها حوار على برا حيث اشعه الشمس. كسميتك لالا؟ واش ملكة؟ لالا ملكة، تبارك الله عليك. انت موين هاد السيد هذا؟ موين هاد السيد؟ الله يشافيه. باش مريض؟ من السكر، السكري، السكر والكلاوي، لا اله الا الله، وهذا وفقر الدم، لا اله الا الله، وانا راني عاود دايره العمليه غادي 6 شهور على القلب درت الساعه، وغير انت وياه، غير انا وياه، والله سبحانه، لا اله الا هو،
ودابا الجمعيه ملي تعرفت عليكم راها واقفه شويه. راها واقفه الله يرحمهم الوالدين. عاونونا بارك الله فيكم. ايوا هذا هو المهم. الله يجعل سيدي ربي يعاوننا ويعاونكم على الخير. عاون هذا الشيء راه ما كافيش. تماما. راه ما كافيش حنا ما غاديش ما صعدتوش هذا نسعدوا باش نقوموهم حتى الجمعيه راه مدادها خاص اللي يعاون حنا كنطلبوهم يعاونوا هاد الناس باش يعاونونا حنا. يعاونوهم هما. وهذه الرساله اللي حنا نتوخاوها وراء نشر هذا المقطع الفيديو للمحسنين والمسؤولين كما تشاهدون سيداتي سادتي. هذا هو المريض. كيف سميتك بابا؟ لهوب محمد. ها؟ لهوب محمد. لهوب محمد سي محمد لا شافي. كما تشاهدون سيداتي سادتي هذا طريح الفراش لا يغادر مكانه اطلاقا الا بالتجديد بالسياره تاع الجمعيه كي يشديه للمشفى. عنده تعفن على مستوى الارجل، عنده مرض السكري، عنده مرض الكلي، الادويه بجانبه والفقر وحاجة والاملاق يلازمانه هو واسرته الفقيره خاصه الوليده ديالو. حنا اللي كنديروا هذا الفيديو معنا هنا السيد رئيس الجمعيه السي احمد حريشة اللي هو مشكور كيدير هذه المبادرات حسنه. معنا الوليده نتاع هذا الانسان اللي هي السيده ملكه. معنا الحاج عضو الجمعيه. معنا كذلك سي علي سي الحاج عضو الجمعية. هاد الأعضاء الثلاثة النشيطين كيقوموا بكل ما في وسعهم لأجل إدخال البهجة والسرور ولأجل مواساة المرضى. حنا كنتمناو من الدولة ممثلة في وزارة الصحة، المسؤولين عن التنمية البشرية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مجلس الجهة، الولاية، المحسنين، الناس اللي عندهم ثاني اللي عندهم يعاونوهم في يعاونوهم في سبيل الله. تماما هاد الناس كلهم نتمنوهم يعاونوا بحال هاد المساكين. شنو كطلبي انت الشريفه دابا؟ ودي راني نطلب غير باش نعيش، كنت حتى نخدم دوك راني قاعده دايره العمليه، درت الساعه ما قديت لا نطلع ولا نهود ولا رحمه في الله سبحانه لا اله الا هو. لا اله الا الله لا اله الا الله. هذه رساله بليغه من هاد السيده. لا تطلب شيئا الا ما تقتات به هي وابنها، يعني اقل شيء هي الواحد شنو ياكل. اللي كنت نخدم ودروك هذه 6 شهور باش درت العمليه على القلب. لهذا الانسان لا اله الا الله. سيداتي سادتي ملي كنقلوا هذه الرساله هذه كنتمناو من المواطنين ومن المحسنين وذوي الاريحيه لانهم ما عندهم تليفون ما عندهم تماما انهم يعاونوا هاد الناس. هاد الناس ما عندهمش الفراش، ما عندهمش السكن اللائق، ما عندهمش ادنى شروط العيش، عايشين واحد الظروف مزريه جدا جدا. محسنين تاع مدينه وجده، الناس تاع الخير اللي عاون بالفراش مرحبا، اللي يجيب الرافيطيم مرحبا، اللي عنده الامكانيه ودبر عليهم بقعه ارضيه ولا سكن لائق واخا غير بيت وكوزينه فيها الضوء مرحبا. كاع هادشي انما يحتسب عند الله اجرا كبيرا. اما باش تعيش فارينه خبز كل شيء اي حاجه يعني يعني هاد الناس راهم ضايعين. الجمعيه ديال احسان التنميه والتكافل ما عندهاش امكانيات كبيره، هذاك الشيء محدود. يعني اللي يقدروا عليه راهم يديروه، عندهم ناس اخرين ما عندهمش غير هاد الحاله، عندهم حالات اخرى. يا سيدي استاذ هذا السيده هذه موين هذا 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 المريض النهار اللي ولدته كانت مكفله على حساب كوش على حساب داك الشيء، ولا يمكن اليوم راها ولات لذاك الشيء نتاع الزياده ديالو، ولات له بحال اللي راها ولدته من جديد. لانما هي مكلفه بالكوش ديالو، مكلفه بالتبدل ديالو، مكلفه حيت راه في وضع صحي محرج. وانت يا حبيبي انت يا حبيبي نطلب الله تعالى الشفاء لك، وانا غادي تبرا واسمو غادي الخدمه ديالك. امين. واش تولي الخدمه ديالك ولا تبقى ناعس؟ لا نولي نخدم. ايوا نتمناو من الله الشفاء. شويه ادويه علي هذيك نطلبوا لك الشفاء ان شاء الله. هذه سيدتي سادتي سيدتي سادتي كما تشاهدون هنا رحنا دايرين رحنا هاني احنا مصورين هنا الرقم هذا الحساب البنكي نتاع الجمعيه اللي هو البنك التجاره المغربي، بنك التجاره المغربي بوجده. وهذا الحساب البنكي حنا كنشوفوه هو هذا. اللي بغى يساعد شي هذا الانسان ومن خلاله باقي الفقراء نتاع مدينه وجده والمؤونسين والمحتاجين الله يجازيه، هو هذا رقم الحساب. العائله هذه راها كتسكن في حي سدرت بوعمود. اللي بغى يتصل في لج الحداد، اللي بغى يتصل وبغى يدير خير وبغى يدير حسنه في هذه الاسره سواء من حيث الامدادات الغذائيه زيت فرينه او ما يؤكل،
ولا فراش ولا كان شي مقاول ولا محسن منعش عقاري يتدبر لهم امر سكن لائق وهذا ربي جزاه خير يقدر يتصل بالرقم الهاتف رقم الهاتف عند ملاكا رقم الهاتف سيداتي سادتي تاع الاسره 06 67 62 82 19. اذا رقم الهاتف نعاودوه 06 67 62 82 19. هذا الرقم سيداتي سادتي ذوي الأريحية السادة المحسنين السادة سكان مدينة وجدة المعروفين بالكرم ديالهم وبالتضامن ديالهم جات بها الأريحية ديالهم يتصلوا من هذا الرقم ويجيو حتى لهنا للمنزل عند هاد الناس ويجيبوا لهم اللي كتب الله ويعاونوهم والله لا يضيع أجر المحسنين. والعنوان هو زنقة فتح مكة رقم 62 حي النصر وجدة. هذا تاع الجمعية. وهذا تاع الجمعية والرقم تاع الهاتف اللي ذكرناه هذا الرقم نعني مباشرة من هذه الأسرة. والرقم تاع الحساب هذا احنا درناه بالنسبة للناس اللي في الخارج ولا فرنسا ولا دول المهجر يشوفوا هذا الفيديو ولا ويبغوا يعاونوا هذه الأسرة. هذا هو رقم الحساب كما تشاهدون هو هذا بنك التجارة المغربي. لكي لا نطيل عليكم سيداتي سادتي احنا دابا درناكم في عين المأساة ومن وسطها نتحدث اليكم. هل حالة تاع السي محمد هوب حالة كارثية كما تشاهدون كارثية محسوب على الأموات وما هو من الأموات بل من الأحياء وربما ممسكين لها في حالة وضع صحي محرج هي اللي مقابلة. راكم تشوفوا هذا الجحر الغرفة الصغيرة اللي هم الله لا إله إلا الله هاهما من هذا الوضع ودايرين دايرين الحمد لله على كل حال الحمد لله من هذا الوضع المأساوي ودايرين صورة نتاع الملوك الأربعة محمد الخامس رحمه الله الحسن الثاني رحمه الله ملك محمد السادس ولي العهد مولاي الحسن وتحتها توكلت على الله. يعني هادو الناس بسطاء ومع ذلك كي قالت الأم تحت السيد قالت أنا نطلب غير باش ناكل ونشرب أنا ولدي بارك علينا. هذه قمة العفاف وقمة القناعة. والجمعية راه تشكر جريدة الجسور على هذا الجمعية راه تشكر جريدة الجسور على هذه الإعانة اللي راه تعاوننا هكذا ونطلبوا لهذا نطلبوا للشفاء لهذا الإنسان إن شاء الله. لا شكر على واجب هذا من صميم المهام الإعلامية ولا التواصلية على الأقل مع المواطنين خدمة للصالح العام. والله نسأل سبحانه وتعالى السداد والتوفيق ونسأل لهذه الأسرة الكريمة نسألها العون والمساعدة والدعم واللي بغي يقول أنا مغربي قح يكون مغربي قولا وفعلا من خلال المساعدة. مازال ورا مازال شاب صغير عنده 38 عام تبارك الله. ايوا ربي هو المعين على كل حال. سيدي محمد اخر كلام تقولها لنا؟ ايوا نطلب من المحسنين نطلب من خوتنا المغاربه اللي عنده شي حاجه وبغى يصير شي خير شي خير. انا راني مريض ما نقدرش نخدم الوالده هذه 6 شهور تاع عمليه على القلب دير الساعه رحنا العشاء على الله وتاع الله ان شاء الله. لا اله لا اله نطلبهم بخوتنا يعاونونا بدواء ولا باي حاجه يعاونونا. لا اله اذا يعاونوا. اذا كما سمعتم سيداتي سادتي هذا الاداء هذا النداء نتاع هذا المريض وهذا الام ديالو هذه وانت شنو تقولي لنا الحاجه؟ ايوا نشكركم ونشكر اللي راه واقف معنا جميعا والجمعيه الاولى هي اللي دخلت هذا سبحان الله لا اله الا هو والله يجعل ربي يكون الخير ان شاء الله وصافي احنا نطلبوا الخير من الله سبحانه لا اله الا هو يكون معنا ومعهم ويوقفوا معنا ايدنا اطلفوا استاذ اطلفوا اطلفوا ما كانوا ولا الشروات كان شروات اطلفوا. هذه اذا سيداتي سادتي نحن على ختام هذا الشريط كنشكروا اعضاء الجمعيه اللي حاضرين معنا سي علي سي محمد الحاج احمد الاسره هذه نتمنوا لها ان شاء الله ربي يفك عليها هذا الحزن وهذا الغبن. سيداتي سادتي دامت لكم المسرات والهناء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.